تحقق مبيعات مازدا الحالية لموديل سي إكس 5 نجاحاً كبيراً، لكن معظم الناس يميلون إلى شراء سيارات رياضية بنظام دفع رباعي. لهذا سنلقي نظرة اليوم على الأخت الصغرى منها وهو موديل سي إكس 3. يقارب طول السيارة 4 أمتار و30 سنتيمترا، أي أقصر بثلاثين سنتيمترا من سيارة سي إكس 5 الكبيرة، وهذا يمنحها ميزة التحرك والمناورة وفي أماكن ركن السيارة الضيقة. يتوفر للسيارة محركا بنزين وآخر ديزل. سنختبر اليوم سيارة ذات محرك البنزين الأصغر بقوة 120 حصانا تقريبا. المسافات بين الأوضاع قصيرة، ورغم صغر المحرك إلا أن إمكانياته وأداءه السليم في نقل سرعاته الستة وعزم دورانه البالغ 204 نيوتن متر يجعله مرافقا جيدا. يلخص مصطلح سكاي أكتيف في مازدا كافة التدابير الموجودة في المحركات والهيكل ومجموعة الحركة، والتي من المفترض أن تساهم في الحد من استهلاك الوقود. ووفقا للشركة المصنعة، تستهلك سيارة سي إكس 3 بعنبة ناقل سرعة يدوية كالتي نختبرها الآن نحو 6 لترات وقود لقطع 100 كيلومتر. وبدءا من مستوى التجهيزات الثاني، هناك نظام طوارئ مساعد للفرامل في المدينة يمكنه التعرف على السيارة والمشاة، ويعمل الآن حتى سرعة 80 كيلومترا في الساعة. وعند الطلب هناك نظام تحكم تكيفي بالسرعة مزود بمنظم ضبط مسافات معزز برادار. ما يعجبني في مازدا الآن هو اللون الأحمر اللامع الذي تقدم به كافة موديلاتها حالياً. فهو لون مثير فعلاً ويناسب السيارات الرياضية لهذه العلامة التجارية، كما يناسب هذا النوع من سيارات الدفع الرباعي المدمجة الصغيرة أيضاً. وأنا أعتقد أنه يناسب التصميم بشكل فائق لأنه مستوحى من الطبيعة والأشكال الانسيابية، ويذكرني هنا بلون الكرز الطازج. أما غطاء السيارة الطويل ومقصورة الركاب المتراجعة إلى الخلف، فضلا عن شبكة التبريد الكبيرة بشرائحها السبعة الأفقية، فتعتبر من العلامات المميزة لمظهر السيارة. هناك أجزاء بلاستيكية سوداء لحماية الهيكل، ونوافذ معتمة في الخلف تمنح السيارة مظهرا عصريا. المساحة أمام وفوق المقعد الخلفي كبيرة في سيارة سي إكس 3، ما يسمح للكبار بالجلوس بشكل مريح في الخلف أيضا. هناك 4 مستويات للتجهيزات متاحة للسيارة اليابانية المدمجة بعجلاتها المرتفعة، ونحن الآن نختبر سيارة بأعلى المستويات. عمل وحدات التحكم مريح بعدد قليل من الأزرار، وهناك لوحة باللمس قطرها 7 بوصات للتحكم بكافة الوظائف المهمة. وقد أصبح ربط الهاتف الذكي بالسيارة من ضمن المواصفات الموجودة بدءا من مستوى التجهيز الثاني. في النسخة التي نختبرها توجد شاشة عرض شفافة قابلة للطي تقدم معلومات وبيانات في مجال رؤية السائق بألوان ودقة عالية. مع زيادة مواصفات موديل سي إكس 3، لم تحسن مازدا النواحي التقنية فقط، بل شروط الراحة أيضا كتحسين العزل مثلا، والذي يخفف من مستوى الضوضاء داخل السيارة. ما دمنا نتحدث عن الضوضاء، فقد أعجبني صوت الباب عند إغلاقه لأنه يؤكد تماما قيمة السيارة والانطباع العام حولها. حركة الخطوط الانسيابية في الجزء الخلفي تجعل التصميم متناغما من كافة الجهات. يتوفر موديل سي إكس 3 في الأسواق منذ عام 2014، ويعود نجاحه الكبير إلى إمكانية تجهيزه حسب الرغبة، ليصبح بالإمكان الحصول عليه بنظام دفع رباعي وناقل حركة سداسي يدوي أو أوتوماتيكي. أما من يرغب بمزيد من التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة المساعدة في القيادة، فعليه دفع مبالغ إضافية لأنها لا تأتي إلا في مستويات التجهيز العالية. ستكون سي إكس 3 مجهزة بشكل جيد عندما تضيف شركة فولكس فاغن لهذا القطاع في المرحلة القادمة شريحة
كاملة من السيارات الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات.